فعلا اليوم أعطيت الكلمة للأطراف المدنية التي تمثل دفاع الضحايا، وأنا شخصيا قد اخترت إبراز الضرر الذي لحق العائلة ولحق المجتمع فيما تمول السيد الوكيل العام، وبإتقان إبراز وسائل الإثبات الفعل الجرمي، والتمس كما كان منتظرا الإعدام، التمس تشديد العقوبة بالنسبة لسهر المتهم الرئيسي. في الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستمع إلى ما قد يدلي به المتهمون من وسائل دفاع لدحض الإثبات المنطقي المتسلسل الدامغ، ولا أظن أنهم سيستطيعون، ولنا الحق في أن نعقب على ما سيقولون. إذن هذا كل ما وقع اليوم، وأكد على أنه النيابة العامة كان منتظرا أن تسير وفق مسار سيد قاضي التحقيق، وهو أمر منطقي جدا وفقا لمعطيات هذا الملف، وأن المحكمة لا محالة ستسير في نفس الاتجاه. نتمنى ذلك، نتمنى أن لا أقول أن نحتفل، إنما أن يكون لنا شفاء نسبي من الأزمة التي نعيشها على فقدان شخص لمستوى معين. ألا يكون لنا في الحكم عزاء لنا ولكم ولوالديه خاصة وإخوته ولكل من يعرفه من قريب أو بعيد بالحكم بالعقوبة الكبيرة في الأسبوع المقبل إن شاء الله. السيد من خلال العقوبة قلت شنو يا سيد، شنو العقوبة اللي تنشاطر هذه المتهمين؟ أولا الفصول المتباعين بها تستلزم الحكم بالإعدام، ولكن للمحكمة السلطة التقديرية عند تفريد العقاب لكل متهم قد يظهر لها على أن المتهمين ليسوا على درجة واحدة من الخطورة، ويمكن لها أن تفاوت، ولكن لا أعتقد على أن العقوبة ستقل عن المؤبد والإعدام. بالنسبة للنيابة العامة أستاذ ما لها؟ إيش قالت في الملف؟ النيابة العامة أكدت على أن الإثبات قائم، وسردت الإثبات، وسردت تفاصيل ارتكاب الجريمة، وزكت ذلك كما فعلنا نحن بآيات قرآنية تجعل وتوضح جزامة الفعل، والتمست أن يحكم بالإعدام على الجميع، وأن يطبق ظروف التشديد بالنسبة للصهر الذي لم يبلغ، وأكدت كما أكدنا على أنه كان على علم بأن صهره ارتكب فعلا شنيعا ومع ذلك تستر عليه، وأكد ما سبق لي وأن قلته على أنه لا يستفيد من الإعفاء، لأن هناك أشخاصا غرباء لا تربطهم أي علاقة، وبالتالي سيدان من أجل الأفعال المنسوبة إليه. بالنسبة أستاذ لنسيبهم نسيب ذكاء هو الذي تكلمت عليه حاليا والذي تكلمت عليه وقلت بأنه سيدان. نعم سيدان حسب وجهة نظرنا، لكن المحكمة هي التي ستقرر. أشكركم. الأخت ديالو ديالو ليست متابعة. ليست متابعة إلى الآن، ربما قد فتح في حقها بحثا، وإذا ما تم جمع جميع العناصر التي تدينها ستحاسب هي كذلك على ما قد تكون وقد اقترفته من أفعال. شكرا.